اليوم تحدث القارة السمراء نفسها وتحدث أندية أوروبا وأرجنتين، وأعلنت الكاميرون انطلاق كأس الأمم الأفريقية. اتنين مليار نسمة في القارة السمراء قالوا النهاردة إننا أقوى بإمكانياتنا وطموحنا وحقنا وحتى طيبتنا وسلميتنا، أقوى من غطرسة مال ونفوذ كرة القدم في أندية أوروبا والعالم، أقوى من الظروف والوباء وقلة الإمكانيات. النهاردة بدأت كأس الأمم الأفريقية بطموحات وأحلام وأمال شعوب القارة، فرحة كرة القدم اللي ما غابتش عن القارة من سنين. كرة القدم لعبة الفقراء الغنية بنجومها السمراء، صلاح وماني وحكيمي والخرزي في حراسة الشناوي وبونو وأنانا. عاشت القارة السمراء، عاشت أفريقيا.